ولكن شوفوا جاب لنا كبش قوة، الله يبارك ما شاء الله، جاب لنا حاجة شابة بزاف. قالكم هذا في السني مروكي هذا، يا الله يبارك. وهذا راه في ربع فقط يا اخي، هذا يا راه ربع فقط، ولكن حاجة خشينة شيخة الله يبارك. يعني واش تدي هذا ولا روماني يا شيخ؟ هذا الله يبارك، شوفوا ما شاء الله. ناصر ها الله يبارك، لا لا حاجة شابة ما شاء الله. فحل هذا فحل ما شاء الله. وسمو سموك في هذا؟ 17 مليون الله يبارك. إذا بالمناسبة قالكم البيع فوق العشرين هكذا، البيع قالكم فوق الخمسة وعشرين الله يبارك، راكم تسمعوا. ولكن قالكم في الكوري موجودين يعني في الحجم كثر من هذوما الله يبارك. نخلي لكم رقم الهاتف انسان اللي مقدوره وانتيريسي يتواصل مع خويا وينيكوسي معه. بالمناسبه المقر انا متواجدين في البويره، قلت لكم خونا كلكي صوالنا عجبك نوري لكم حاجه خفيفه ونعطي لكم الرقم نتاعو. حبيبي قول لي الرقم نتاعك الله يرضى عليك. حاجه خشينه هذه هي، هذا في الشتاء انسان يعني ربما اللي يحب يخدم به. اذا بارك الله فيك. اذا رقم الهاتف 05 62 شحال 03 07 37، هذا هو الرقم تاعو. قلت لكم المقر راه متواجد في البويره الله يبارك ما شاء الله، ولكن قلت لكم حاجه خشينه الله يبارك. بالمناسبه ها من نعجات، يعني قلت لكم يجيب نعجات شابين بزاف، شوف الله يبارك لما ربما قال جاب حاجة قليلة فقط، ولكن يجيب النعجة ما شاء الله. كذلك اللي تخصو النعجة في الشتلة كذلك يتواصل معه.